لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان اتولى اليوم الاشراف على تخرج الدوره التطبيقيه 36 للضباط والدوره 12 للضباط انتداب مباشر والدوره 74 لعرفاء الحرس الوطني بالمدرسه الوطنيه للحرس الوطني لبيت الاكبر. هذه المؤسسه التكوينيه العريقة التي حرصت منذ انبعاثها على إذكاء الروح الوطنية وقيم التضحية والمبادئ النبيلة لمنتسبيها واكتسابهم المعارف العلمية والتقنية وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية والمهنية. كما أؤكد حرصنا على مزيد مواكبة المنظومة التكوينية لواقعنا الأمني والمستجدات والتطورات التقنية مسايرة للتحديات الأمنية الجديدة التي فرضها الواقع ووفقا لبرامج علمية حديثة لتحقيق التكامل بين ما هو نظري وتطبيقي ومزيد الانفتاح على كل التجارب الدولية لانتقاء أفضل الممارسات. كما يشرفني أن أذكركم بالدور الهام الذي لعبه سلك الحرس الوطني منذ انبعاثه في دفع التنمية واستثمار الأمن في بلادنا، ولا يفوتني أن أترحم بهذه المناسبة على شهداء سلك الحرس الوطني والمؤسسة الأمنية والعسكرية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. وأدعوكم إلى مزيد البذل والعطاء والتحلي بروح المسؤولية في كنف الانضباط حتى نتمكن جميعا من رفع مختلف التحديات والاستعداد الجيد للمحطات الوطنية القادمة حماية للمواطنين وممتلكاتهم والثورة عن حرمة الوطن. السيدة وليع نابل، السادة المديرون العامون، أيها الضباط وضباط الصف، حضرات الضيوف الكرام، اسمحوا لي بالختام أن أعبر لكم مجددا عن بالغ سعادتنا بمشاركتكم هذه المناسبة وأهنئ خريجي الدورات بهذا النجاح متمنيا لهذا الصرح التكويني العتيد مزيد التميز والاشعاع. عاشت تونس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونحن نحتفل اليوم برحاب قارب المؤسسات التكوينية من وزارة الداخلية ألا وهي المؤسسة الوطنية للحرس الوطني بحفل التخرج الدورة 36 للضباط الدورة 12 للمجازين ودورة 74 لعرفاء الحرس الوطني للسنة الدراسية 2022-2024. أنا أرحب بكم أصر على نفسي ونيابة عن كافة الضباط وضباط الصف والعوان والعملاء التابعين للمؤسسة الوطنية للحرس الوطني بدار البركبة الذي نالهم شرف تفضلكم الإشراف على هذا الحفل. السيدة الداخلية، السادة وسيدات الضيوف الكرام، نلتقي هذا اليوم لنحتفل بتخرج دفعات جديدة من الإطارات والعوان وهم معونا بقداسة الرسالة والمسؤولية المقاطعة على عاتقهم. قادرون بفضل ما تسبوه من كفاءات أساسية ومهارات ومنسخافين من الخيام الوطنية عالية وروح تضحية للذود على حرمة الوطن وبسط سيادة الدولة. ونحن على يقين أن هذه الدفعة من خريجي الضباط وضباط الصف
الحروس الدنيا ستكون على العهد على العهد مثل أسلافها من أبناء سجن الحروس الدنيا ليكونوا بذلك في الوطن. السيد وزير الداخلية، السيدات والسادة ضيوف الكرام، بالعودة إلى تاريخ تأسيس هذه المؤسسة سنة 1903 فقد وضعنا في أولوياتنا العمل على تطوير مختلف فضاءاتها على غرار تهيئة وتحسين المركب الصحي أقسام ومكاتب الإدارات الفرعية، وحاليا بصدد إنجاز بناء مبيت خاص بالفتيات في إطار التعاون التونسي الألماني لمسيرة انفتاح حرص وطني على انتداب العنصر النسائي لتحقيق تكافل الفرص ودعم مكانة المرأة على المستوى التكوين الأساسي والمستمر، وذلك بعد أن برهنت على كفاءة عالية في ميدان العمل الأمني وشرائعها على المستوى المحلي والدولي. السيد وزير الداخلية، السيدات والسادات الكرام، اسمحوا لي أن أعبر لكم مجددا على التزامنا الدائم بتوجيهات وزارة الداخلية في مجال الارتقاء ببرامج التكوين وحوكمة الموارد المادية والتجهيزات الموضوعة على ذمتي حتى تبقى هذه المؤسسة التكوينية العتيدة في المسؤولية التي أوليت بعهدتها. كما أغتنم هذه المناسبة لأشكر كافة الضباط كافة إدارات المؤسسة من إداريين مكونين ومدربين على المجهودات المبذولة لنجاح هذه الدورات، وأهني كافة خريجي الدورات التكوينية بالتخرج ونيل شرف الرداء زي الحرس الوطني. كما أبلغ في هذه المناسبة أسمع عبارة التهاني لعائلة أفراد دورات المتخرجة لما قدموه من صبر ورعاية وإحاطة بأبنائهم حتى يكونوا خير درع لهذا الوطن العزيز. كما لا يفوتني أن أترحم على جميع شهدائنا الأبرار وعلى روحهم الزكية الذين استشهدوا دفاعا عن الراية الوطنية وفي سبيل الواجب. عاش الحرس الوطني في الوطن، عاشت تونس حرة من نعمة الدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة، أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة، وأن أسهر على احترام القانون والأنظمة العامة، وأن أسهر على احترام القانون والأنظمة العامة، وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني، وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني، ما لم تقع دعوتي إلى إفشاء هذا السر، ما لم تقع دعوتي إلى إفشاء هذا السر، في نطاق الشرعية القانونية، وأن أدافع على حرمة الوطن، وأن أدافع على حرمة الوطن، وأن أدافع على حرمة الوطن، وأن أدافع على حرمة الوطن. يقوم الآن أبناء فوج طلاء الحرس الوطني
بحماية شخصية من خلال التغطية والتأمين والرجوع على الأعقاب باستخدام مهارات السياقة. بالتوازي يتولى فريق الدعم بالركب التعامل مع إرهابي مسلح اعترض سبيلهم على متن سيارة. ثم سحب سلاحه وفي الحين يتدخل افراد من فوج الانياب لتفتيش الارهابي وازاله اي جسم باستعمال النار. تقوم وحداتنا في هذا الجسر باحضار سيارات من مجموعه الارهابيه القاره حيث يتحصن البعض منها بمجمع سكن فيما تتم على البقيه باستعمال المدرعات والدراجات الناريه ورباعيه الدفء. التي تحتفل بعيد ميلاد 43 الركن الاصعب في مجابهه الارهاب في بلادنا حيث قامت منذ سنه 2011 باكثر من 380 عمليه تم فيها القضاء على اكثر من 100 ارهابي والقبض على 345 اخرين وذلك بنسبه 80% من المجموع الوطني. سيد
السيد العميد حسام الدين جبابلي ناطق رسمي باسم الحرس الوطني، كان تحكي لنا اليوم على تخرج نتاع الدوره اللي تم اليوم بحضور السيد وزير الداخليه. اليوم عندنا تخرج ثلاثة دورات تكوينية، دورة تكوينية للضباط التطبيقية دورة 36، والدورة 12 للضباط المجازين، والدورة 74 لعرفاء الحرس الوطني اللي أطلق عليها السيد وزير الداخلية دورة الشهيد الملازم أول حاتم الزيدي. أريد حتى في الاستعراض اللي صار من طرف الوحدات المتكونة اللي كونوا ثم حرفية عالية في مجال التكوين البدني والتقني والمهني، وحتى كذلك التكوين المعنوي اللي يخرج من هنا يخرج ملقح بحب للوطن وحب تونس وكل دم وهو حاضر لكونه باش يكون فداء للوطن. بالنسبة للبرامج التكوينية على طيلة السنة التكوينية كانت مختلفة، سواء كانت تعاقب عليها الليل والنهار، كانت إدارة متاع مدرسة كانت واقفة، وكذلك الإدارة العامة الحرس الوطني تعطي قيمة كبيرة للتكوين، وكذلك لنا اهتمام سيد وزير الداخلية بالجانب التكويني وحضوره كذلك اليوم لهنا اللي خير دليل اللي كونه ثم اهتمام بالحرفية الوحدات متاعها، وبالتالي ثم تنسيق بين مختلف كذلك الاختصاصات للحرس الوطني اللي بعديك الوحدات اللي تكونت ودربت باش تبدا موزع على مختلف الاختصاصات باش تأدي الواجب نتاعها بكل حرفية خدمة للوطن وخدمة للمواطن. الوسائل القديمة التي عاصرت الحقبة الأولى لانبعاث سلك الحرس الوطني. نوع لاند روفر دخل هذا الصنف حيز الاستغلال سنة 1961. دراجة مائية للمرور نوع بيانكو كوبيه دخلت حيز الاستغلال سنة 1967. سنة 1989 سيارة الأمن العمومي نوع رونو اير ديفنس دخلت حيز الاستغلال سنة 1991. سيارة المرور نوع بيانتو بالفيل دخلت حيز الاستغلال سنة 1996.